اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وقبل ما نخش في اخبار كاس العالم وحمى كاس العالم والكاب فيفر نروح لزميلنا محمد سعيد من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. مساء الخير محمد، عايز اسالك الاول عن الاجواء داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر وايضا كواليس اجتماع لجنه الكره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. يمكن النهارده اجواء كثيره وكواليس عديده واجتماعات عديده في هذا اليوم في فرع النادي مدينه مصر. يمكن ابدا معاك الاول بالحفل عائله الاهلي اسره الخرافين، كانت وجهت الدعوه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود ابو خطيب لحضور حفل الافطار النهارده، ويمكن ده شيء متابع خلال الايام الاخيره. يمكن العديد من اللجان والعديد من الالعاب ونشاط الرياضي وجهت الدعوه لمجلس الاداره لحضور حفل افطار في تقرر هذا الامر في الشيخ زايد، وتقرر ايضا في مقر الجزيره خلال الايام القليله الماضيه، واليوم واول امس كان ايضا في مدينه مصر من خلال اسره البريء المائي لجنه المراه ولجنه الشباب. لكن النهارده كانت دعوه خاصه من اسره الكاراتيه والنشاط الرياضي، كان حاضر التأكيد الكابتن محمود الخطيب حضور عقد اجتماع لجنه الكوره، ايضا دكتور مهند مجدي كاحد ابطال العالم في لعبه الكاراتيه واحد ابطال مصر والنادي الاهلي كان متواجد، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي كان متواجد، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اللواء حسن مبعود مدير فرع مدينه نصر، كل كان حريص على التواجد، وكان حفل عائلي كل المشاركين في يعني ابطال اللعبه وابطال الجمهوريه الموجودين في النادي الاهلي، كان حفل رائع وحفل جميل جدا استفدت به الود، وحفل عائله الاهلي وكل العائلات كانت متواجده ومشاركة في هذا الإطار الجماعي. فده مباشرة يمكن النهارده في أحداث عديدة في مدينة نصر، لكن الحدث الأبرز في هذه اللحظات لو أنا معاك يا محمد فضيلة الشيخ دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية متواجد بزيارة وأول ندوة لمفتي الجمهورية في النادي الأهلي، وحدث اهتم به العديد من الأعضاء في النادي الأهلي وعائلة الأهلي تواجدوا. أنا عايز أقول لك الندوة فيها اقتحام كبير جدا وعدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي اللي مجرد ما انتهت الكل ده وتناول الحديث ايضا من خلال دكتور شرع علام الحديث عن زكاه الفطر وليله القدر، وهناك العديد من الاستفسارات والاسئله من اعضاء النادي الاهلي. فرصة عظيمة بالتأكيد لكل الحاضرين، مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام يحضر هذه الندوة ويتواجد مع أعضاء النادي الأهلي في هذه اللحظات داخل فرع النادي بمدينة نصر. لكن صباح هذا اليوم كان اجتماع للجنة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب، وحضر أن الاجتماع لجنة الكرة اليوم كابتن علاء عبد الصادق عضو اللجنة، الكابتن زيزو المدير الرياضي لقطاع كرة القدم، كابتن حسام غالي منسق قطاع كرة القدم وعضو اللجنة، كابتن محمد فضل مدير التعاقدات، وايضا انضم لهم في الاجتماع الكابتن عبد القادر مستشار التعاقدات، ثم في الجزء الاخير تواجد الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين. الاجتماع انتهى دون اعلان اي قرارات رسميه، لكن اجتماعات لجنه الكوره خلال هذه الايام اجتماعات مستمره واجتماعات يوميه، اليوم كان في مدينه مصر، غدا هناك اجتماع اخر، كل هذه الاجتماعات تتعلق ب العديد من الملفات، ليس المدير الفني القادم للنادي الاهلي فقط، لا هناك ايضا ملفات عديده تتعلق باختيار الجهاز الفني اللي هيعاون الكابتن عادل عبد الرحمن في فريق الشباب، تشكيل قطاع الناشئين خلال الفتره القادمه، تشكيل الاكاديميات، ملف القائمه خاصه بالفريق الاول، كل الامور التي تتعلق بالقضاء خلال الفتره القادمه مع اختيار المدير الفني على طاوله واجتماعات لجنه الكوره في الساعات القادمه، اجتماعات مستمره يا محمد. لكن اجتماع النهارده كان مدته اكثر من حوالي 4 ساعات، الاجتماع بدا حوالي الساعه 2:30 انتهى قبل اذان المغرب بحوالي ربع ساعه، اجتماع كان طويل لكن اكيد في تفاصيل كثيره نعرفها خلال الساعات القادمه بعد الاجتماعات القادمه ايضا هناك خلال الايام القادمه في الجزيره باذن الله، ايضا هناك في اجتماع اخر للجنه واجتماعات مستمره لحسم هذه الملفات قبل العيد ان شاء الله. زميلي محمد زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، بشكرك شكرا جزيلا، وضح لنا كل حاجه في تفاصيل اجتماع لجنه الكوره وما يحدث داخل النادي الاهلي. بصراحه ايضا ندوه